السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سمحت يا شيخ مصطفى، نعم. عايزة أستفسر عن لحضرتك عن حاجة بخصوص أمي. أمي يعني قاعدة وكده، ولما مثلا بتضطر تروح الحمام وكده يا شيخ، بتضطر إنها تزحف على الأرض، تمام يا شيخ؟ فهي حاليا بتحاول إنها تصلي، فبتضطر تقصر في الصلاة بسبب إنها مش بتلاقي حد مثلا يساعدها. هل يجوز إنها تتيمم رغم ان وجود فيه نجاسه، بيبقى مثلا نجاسه الدم او يعني نجاسه البحر وكده؟ السؤال اختصارا، أمك لا تصل إلى الوضوء إلا زاحفة. ايوه يا شيخ، اه بالظبط كده، على ايديها. على إيديها، خلاص كده؟ اه ده السؤال. هل تزحف أو تتيمم؟ إذا كانت مسافة الزحف قصيرة ولا يشق عليها الزحف فلتزحف، لكن إذا كانت مسافة الزحف طويلة ويشق عليها أن تزحف للوضوء تتيمم. طب لحظة يا شيخ، طب بيبقى فيه زي نجاسة بقى، أسفه نجاسة دول على بنطلونها، مش بتقدر تغير في كل الصلاة؟ هل عادي يعني لو صلت بيها، إذا يعني شوف هي بتبكي مثلا على طول، مثلا بتبكي بيبقى نفسها تصلي وتقول أنا كده مش هقدر أصلي يا على اسمع الكلام، بنطلونها؟ خلاص طيب وقفي شوية، خلاص. اتفضلي. الأصل وثيابك فطهر، عجزت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وصلي عايز ما تيسر له. علم؟ لما اخر سؤال بعد اذنك يا شيخ، هي لما حضرتك بتقول لو كانت مسافه هي مثلا بتنزل من على الكرسي وتزحف على ايديها، كرسي يا قاعده ماشيه أختي فيه، اسمعي كلامي يا أختي، حيث وجدت المشقة انتقلنا إلى غيرها. بس طب تتيمم ازاي يا شيخ؟ يعني انا التيمم، خلاص استمع بس عشان هقفل. هذا التيمم سلامتك تراب. السلام عليكم.